أما موقع الجزيرة نت فقد تطرق في تقرير له إلى تحريك الولايات المتحدة لحاملة الطائرات يو اس اس جيرالد فورد باتجاه مياه البحر الأبيض المتوسط بعد يومين من عملية طوفان الأقصى لتعزيز قوة الردع الإقليمي. حسب الموقع، وقد استبقت الولايات المتحدة الأمريكية وصول حاملة الطائرات إلى شرق البحر الأبيض المتوسط بإرسال حاملة طائرات ثانية هي يو اس اس إيزنهاور كجزء من الجهود لردع الأعمال العدائية ضد إسرائيل. وينقل الجزيرة نت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إرسال حاملتي الطائرات يهدف إلى ردع حزب الله اللبناني وإيران عن توسيع رقعة الصراع، مشيرا إلى أن وجود القطع البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط تزامن مع تعرض عدد من السفن التجارية المملوكة لإسرائيليين لهجمات أثناء مرورها بالبحر الأحمر وخليج عدن.